مشاهدينا الكرام، صباح الخير عليكم. مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. موضوع النقاش هذا الصباح، شنو رأي ديالكم في ظاهرة التحرش في المغرب، وشنو الحلول اللي كتقترحوا للحد من هذه الظاهرة؟ لاحظنا بشكل كبير انه بزاف ديال النساء المغربيات كيتعرضوا للتحرش، لا سواء في مقر العمل ديالهم، سواء في الشارع العام، سواء في مقهى، سواء في اي مكان ممكن المرأة تعرض للتحرش بواحد الطريقه اللي خايبه. فهاد الظاهره كسرات بواحد الشكل كبير، كنتمنوا انها ما تبقاش. نتمنوا انه تكون حلول، يعني يكون شي رقم ديال رقم اخضر يتصلوا فيه النساء الى تعرضوا للتحرش في الشارع، خصوصا انه كاينه واحد السيده ما كتبغيش تهضر مع شي شخص وكيبقى تابعه بواحد الطريقه، واحد الكلام نابي، واحد الطريقه اللي خايبه، ممكن يقيس فيها، ممكن يضربها، ممكن بزاف ديال المسائل. فهاد الظاهره خاصها تحد، خص يكون شي رقم، خص يكون شي جمعيه، خص يكون شي حد اللي مسؤول على التحرش ما يبقاش في بلادنا. احنا كنا خوت، كنا خارجين، المراه والرجل يتفاهموا بعضياتهم، الله يسر لهم الامور في الزواج في الحلال. لكن الانسان يخرج، تقدر تكون السيده مزوجه وغاده وكيتحرش بها، فقط هي خارجه مثلا تقضي غراض ولا جايه من الخدمه، شي حد كيقولها شي كلمه اللي هي ساقطه او لك يعيرها بشي سب وقذف اللي هو يعني دون المستوى. ملي كتجي تدافع على راسها ممكن ان تعرض للضرب، ممكن ان تعرض لبزاف ديال الحوايج. فكنتمنوا انه هذا الشيء يتخذ بعين الاعتبار، وانه الظاهره ديال التحرش ما تبقاش في المغرب باذن الله. محمد كيقول لك الحلول لبس حوايجكم. ممكن السيده تلبس حوايجها، ما تلبسش حوايجها، شغلها هذاك. غا هو كل واحد عنده حريه شخصيه، غا هو الانسان ما يتحرش. راه كنشوفوا في الديار الاوروبيه تكون لابسه غا صايه ما كيهضرش، علاش بالضروره خصنا نهضر معاها؟ علاش انسان يدخل سوق راسو ما نهضر مع حتى شي حد، ما نوصلش؟ لانه ممكن تحرش بها، ممكن ديكلاري بك، ممكن تشيل الحبس، لانه ديك حريه شخصيه. تلبس سروال مزير، تلبس صاي، شغلها هذاك. بالنسبه لانه خصها تلبس محترم، هذه حاجه بينها وبين الله. كنتمناو ان البنات يكونوا لابسين شويه محشام، تلبس حويجات، واخا ما تكونش دايره الحجاب، تلبس حويجات اللي ما تخليش الدراري تبسلوا عليها. لكن هذه كتبقى حريه شخصيه وكل واحد بينه وبين الله، ما يمكنش ان احنا ندخلوا في الناس ونقولوا هذا ما لابسش مزيان، هذا لابس مزيان. دونك ظاهره التحرش ما خصهاش تبقى، خصنا نحترموا بعضنا. نبغي نتحرش بشي بنت، نتفكر عندي اختي، عندي امي، عندي مرتي، عندي بنتي، الا خرجت للزنقه وتحرش بها شي حد وجات قالت لك راه خويا ولا بابا تحرش بيه فلان، راه غادي تهبط تعطيه قتله ديال العصا، تولي غادي معاه ما عرفت فين. كذلك هو مثال بالنسبه لبنات الناس، نشوف شي بنت في الزنقه ما نتحرش بها. اكيد لا يتحرش، لا سي محمد، موضوع يستحق بزاف، لانه الظاهره كثرات بشكل كبير جدا، وما بقيناش باغي نشوفوا بحال هذا الشيء في بلادنا. خص يكون الاحترام ما بين الرجل والمراه، والتحرش ما عنده باش يفيد.